دي مسابقة بتاعت رماية جابوا فيها أمريكي ألماني وزوننا. الأمريكي والألماني وزوننا وقفوهم قال لهم نحن حندخلكم في المسابقة دي إنك أنت بالمسدس بتاعك تضرب الحاجة دي على بعد كم متر، اللي بيصيب الهدف هو الفايز. الأمريكي جو يقف قال لهم جيبوا برتقانة خطوها في راس زول على مسافة 60 متر، خدتوا البرتقانة في راس الزول رجع لورا كم خطوة تاخ ضربها. أيوة أمريكان ومشى. الألماني وقف قال لهم جيبوا ليمونة خطوها في راس زول على مسافة 80 متر، خدتوها الألماني حريف تاخ. أيوة جيرمان مشى. زولنا جو يقف قال لهم جيبوا قمحة وخطوها في راس أي ككو. جابوا القمحة خدتوها في راس زول حلقوا له صلعة نظيفة بزي السمسم أصلي. خدتوها له وقال لكم متر، قال لهم 200 متر، رجع لورا خطوتين كو شالوا من الصدر من هنا. اي ام سوري. رمضان كريم، تفضل معنا ابو ابراهيم غريب. كلام ما خش جواي، ما حسيته جواي لان العيش جواي اصلا حقيقه. الموضوع ده محتاج لي قعدات. يس، حتكلم الليلة عن برج المثقفاتية. والمثقفاتية يا اخوانا موجودين وقاعدين. برج المثقفاتية من الابراج الشيفونية. شوفوني مثقف كيف. يمتاز برج المثقفاتية بيلبسوا بناطلين قماش، وانا ما اعرف علاقة بنطلون القماش بالثقافة شنو. ما علينا. مهنيا هو من الابراج، اسرع الابراج بيعملوا عملية العين، نظره ما ضعيف لكن اتمام الثقافة. عاطفيا يبحث عن فتاة بمواصفات المذيعة ديك، وهو تحت تحت يعشق الفنانة ديك. يا اخوانا ما بلقى لي زول عنده شياطين ال 13. بعدين يا فارس يا حمد، اخوك السمين ده يعني نقول له ما يدى سمينيه غير شرب يتعب هناك بيمشي بهناك، عشان انا داري منه الدين يعني. الدم حقي انا برضه بطالب بحقي برضه صح؟ صح. وقروشي انا صح. انا المفروض يعني يديني لها قبل ما انا اطالبه. هو قال يوم واحد اسي يوم 20. صح والله. أي. صح. وانسي قاعد مدسي بورا بيجي. انا شايفه، لكن شنو؟ انا حقي بعرف بجيبه 200. اي اي انا بعرف بجيبه. احنا عندنا ظروف والله مارين. يا شايف؟ شايف؟ مشى؟ مشى. ده زولك الثقيل ده، زولك ضيفك الثقيل ده. طيب نسوي شنو؟ يا الديون اللي احنا فيها دي، الديون اللي احنا فيها دي كلها بسبب الله. اب ازود اكل نسوي شنو؟ نطرده؟ لا ما تطرده، لكن ازود يخفف علينا. ما ممكن ازود في الفطور بياكل 20 عشاء، في الغداء 20 عشاء، في العشاء 20. يا اخي ده ضيف الحصان ده يا اخي. والله انا ما بمزح، مين اللي بسف اللبن؟ بسف اللبن ازود اعمل شنو؟ ازود زهجان، انا زهجان ولا اطلب بزهج بسرعه والله زهجان. اها نسوي شنو؟ نسوي شنو؟ والله ما عارف. زولك الصغير ده محل ما يقعد يسكن. عايز هو صاحبي وانا محترف في الصغير، لكن انا صاحبك انت برضه. يا اخي صاحبي شنو يا اخي؟ ده عمره ما خش البيت شايل لك يزمو الساي. اها شنو المفروض يساهم معنا في البيت؟ يعمل شنو يعني؟ ادينا قروش نسلف منه قروش. لحد ما ابوه يجي نرجعها له. يا اخي ما قلت لك ما عنده. يا اخي عنده، انا عارف انه عنده. عرفت كيف؟ عنده قروش، عنده رصيد في تليفونه. اها ونشيله منه كيف؟ نشيل الرصيد نبيعه نستفيد منه، بعدين ابوي لما يحول لنا قروش نرجع له. انت ما بتفهم؟ الرصيد نشيله كيف؟ نكلمه عديل. نكلمه شنو؟ اقول كلامكم سريع عشان انا مساجر والله ما فضلك. احنا عندنا مشكله. اها قروش اللي عندنا كلها كملت. اها وانا القروش اللي عندي دفعتها بتاع الدكان. اها واسامه ده ما مقصر. اها وقعدنا في بيته ساي. اي والله ما قصرت. صغير يا اخي. اها يعني انت المفروض تساهم معانا. وين؟ تساهم معانا في البيت؟ أنا؟ أي؟ أنا والله ما عندي قروش، والله ما عندي مساهمات ولا قروش، والله أنا مفلس. عندك؟ وين؟ في تليفونك. وأنت عرفت كيف؟ أها هو عمل شنو بعدك؟ لازم تبيع الرصيدة في التليفون عشان احنا نستفيد منه. الرصيدة في التليفون ده أنا أبيع؟ والله لا وي والله أنا دار الرصيدة والله لا ببيع ولا بقدر ولا ولا أقول لك حاجة. تكون عارف. لا تقول غياظ. غياظ كيف؟ غياظ عديد. صغير يا أخي. شنو؟ طيب أدينا تليفونك نطلب لي يا أبوي. عالمي؟ أقسم بالله أنا والله ده قبل الرصيد والله ما أنقل قلت لك ما ينفع. ان شاء الله حتى كان مسكول يا صغير. هاك الفتح. افتح راسك ده. والله في انا بدي اقول لكم حاجه. انتوا عندكم غدا ولا جالسين فينا غدوه؟ ما في. يعني ما في جالسين فينا غدوه؟ جد. جد يا زلمه. خلاص اوكي. بس ابو انت شنو؟ لا زبالي. اسامه ما في حل غير حاجه واحده بس حل واحد. شنو؟ الو؟ اي ابوي اي. اي ابوي معك معك ابوي اي.
حسين ودى المستشفى؟ لا ما ايوه مشيت عليه كويس، بس انا بس انا بس كنت داير اتكلم معك في موضوع الحواله هاي، لانه بال ها ها ابوي ها كمل كملت يا برويس كمل كمل تلفون يا عمي وينه؟ شنو؟ تلفون جابه عندكم شنو؟ تلفونك وضربت لابوي كملت الرصيد كله كملته كله؟ جد عليهم ما في مشكله يبى التلفون الرصيد ده اصلا اللي انتوا كملتوه ده انا كنت ابيعه اشتري تذكره ماشي البلد، لكن بالطريقه دي انا اقعد معاكم شهر شهرين سنه سنتين كم يوم كده. الحمام فاضي؟ فاضي صغير. شهر للوقار وضبط النفس والتواصل الاجتماعي الجميل، ولكن ظهرت أشياء وسلوك مختلف في هذا الشهر الكريم، فالأزياء ربما تكون نوعا ما فاضحة وربما يكون فيها أشياء كثيرة من الميك اب وغيرها من الأشياء التي تلفت الانتباه. هذا الشهر ربما هو من أفضل الشهور في حياتنا، لماذا نتعامله بهذا الشكل؟ إخواننا بصراحة ما هو ده شهر يعني 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 شنو صيام والناس صايمة، في داعي يعني اللبس البايخ ده والبنات لابسات لبس بايخ زي ده يعني ما هو جميل يعني يعني شنو يعني مثلا لو الزول اللي بيستليك عبايه واللي بيستليك توب سمع كده وده شنو احمر شوف يا اخي ده حواره دي وده شهر الناس المفروض تكون فيها وغوره كده والزول يكون عطشان ظاهر عليه وكده وبركز ويقرا والحياه جميله. أشياء عديدة ومهمة ربما كان علينا أن نعيدها في ذاكرتنا، ولكن بين سندان العطش والجوع الذي هو لله تعالى ومطرقة السلوك المشين يكمن ضمير ربما أن يكون نائما أو صاحيا. يا الواقع الضمير نائم شديد من أكثر مكان ما فيه أي تبرج. وده جاء من البلد كرت كرتونة ماشي في الشارع اللي قال زول لابس ساعة عجبته حركه الساعه دي قال امشي السوق اشتري لي ساعه، مشى السوق جاب له ساعه وما عارف عن الساعه اي حاجه. اول زول لقاه قال له لو سمحت يا اخي الساعه كم؟ قال لي ها الساعه كم؟ تسالوا ساي ما عارفين الحجر بقى بكم ها ابو الشباب لو سمحت الساعه كم؟ قال لي ساعتين دي جرايه انا لما اشتريتها كان 12 لكن اسف تكون عملت 800 ذاته.